هاي، مادة الكافيين تشتغل كمنبه للجهاز العصبي المركزي عند البشر وبتمنع النعس وبتجدد النشاط مؤقتاً. كتار ما بيعرفوا إنه في أوقات بنهار مناسبة أكتر من غيرها لاستهلاك القهوة. لما منوع من النوم منفكر إنه نحن بحاجة للقهوة، لأنه الدماغ بيكون مليان بالكورتيزول أو المادة يلي بتساعدنا نبقى واعيين. لو كنا حاسين بدنا قهوة، بالواقع جسم منه عايز. لهيك من الأفضل تناول قهوة بين الساعة 9:30 11:30 صباحاً والواحدة ونص للخمسة بعد الظهر. مين قال إنه رغم سلبياتها المحتملة الكافيين عم تدخل بصناعة الأدوية بشكل كبير؟ أنا قال بشوفكم بكرة.